يعني انا بقى هنا بشتغل في المشغولات الجلديه والنحات مع بعض، يعني بعمل اختبارات حريمي وشرط جلد مع بعض كشركه. يعني الواحد بيحب يتعامل مع شركه احسن ما يروح يتعامل مع محل ويطبع ايه يروح يلاقيه قفل. يعني قبل ما اتعامل معاهم عملت عينات بسيطه ورحت عرضتها عليهم، فابتديت من الوقت ده اتعامل معاهم. فكره ايجيبت هي منشاه اجتماعيه باديه من 98، يعني يعتبر اول منشاه اهتمت بالقطاع الحرفي واستدامته والتسويق له. احنا بنستخدم مفهوم دولي اسمه التجاره العادله، احنا اول حد يعني تبنينا فكره الفير تريد في مصر. التجاره العادله هي بكل بساطه ازاي استخدم التجاره والتسويق والبيع في عداله اكتر لمجتمعات مهمشه. الهدف حاجتين دلوقتي مختلف، نمره واحد الحفاظ على التراث المصري من الاندثار في صوره الحرف، وده فعلا كان ابتدى يحصل. في حرف بالفعل اندثرت يعني، وفي حرف تمكنا من اعاده احيائها، وفي حرف لحقنا على اخر لحظه. التالي تقريبا حرفه اتلحقت على اخر لحظه، كان فاضل اثنين ستات سنهم فوق ال 80، واحده كانت فوق ال 80 واحده فوق ال 100 الحقيقه، تمام. هم دول بس اللي بيعرفوا يعملوا تطويج التالي. النهارده احنا شايفين يعني مجموعه فيها اكثر من 100 بنت وسيده بيعملوا تطريز تالي. النهارده احنا في فيرجن ايجيبت بنصدر لالمانيا، للنرويج، لامريكا، لايطاليا بشكل دائم. انا هدفي اصدر ل10 و20 بلد. عايزه الايدنتيتي بتاعتي وايدنتيتي الحرفيين وتراثهم والجمال اللي في ايديهم ده يوصل لكل مصري اولا وكل اجنبي.